هذا كافر وبصدش. شفنا كفار ابنه بيسلم بقول لك هو حر. كيف الناس كيف يعني بصد هذا؟ هذا صد حاله بس، هذا بس صد حاله، هو بصدش غيره، بصد حاله هو ما صدش غيره. الذين كيف؟ ايوه، في 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 بعض المفسرين زعم انه الكافر، لا ما هو الكافر صد نفسه، فبالتالي هو بيدخل ضمن المقصود في الآية هاي، بس راح نلاحظ انه لا مش هذا المقصود، لانه كان لو كان بكفي كان قال الذين كفروا خلاص. ليش قال وصدوا؟ ممكن يقول لك مشان يظهر اكبر بعض افعال الكفر، مش هيك؟ الذين كفروا وخدموا الاسلام. ابو طالب مثلا كان يصد قريش، صد نفسه بس صد قريش كمان، صدها عن ايش؟ عن انها تعتدي على الرسول صلى الله عليه وسلم، مش هيك؟ يعني دافع عن الايمان. لكن ليش دافع الان؟ هذا الاعتبارات اللي جعلته يدافع عن في منهم عصبية، ولذلك يقال بغض النظر صحة ولا لا، ولكن وارد في السيرة انه بعد ما توفى ابو طالب، ما هو عم الرسول صلى الله عليه وسلم ابو طالب، مش هيك؟ ودير بالك العمومة كانت عمومة الرسول، مش كلهم من نفس الام، الاعمام طبعا. المهم، فابو لهب الان اللي كان يصد عن سبيل الله، ما هو عمه للرسول صلى الله عليه وسلم، هل شو بيقولوا عنه الناس؟ بده يقولوا عنه انه خذل ابن اخوه ابو لهب. هل مات ابو طالب؟ هل ابو لهب؟ هل احرج؟ هل ابو لهب بده يصير يدافع عن الرسول زي ابو طالب؟ شوفوا ابو لهب ولا ليش؟ لانه شو بدهم يقولوا عنه الناس؟ بده يقولوا عنه الناس انه خذل قرايبه، خذل ابن اخوه. فهمت شو المقصود؟ تركه بدون نصير، ما بزبطش. ولذلك لما انتبه بعض فجرة زعماء، يعني اقصد قريش، كيف خلاه يتراجع؟ كيف خلى ابو لهب يتراجع عن موقفه في نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال له اسأله، اسألوا عبد المطلب وين، يعني جد الآن بدي سؤال عن في الجنة ولا في النار عبد المطلب. شفتوا منين دخلوا؟ من نفس المدخل اللي هو جاء ينصر من أجله، بده ينصر ابن أخوه. طيب هذا بدك تنصر ابن أخوه، اسألوا بالله عن عبد المطلب في الجنة ولا في النار. والرسول صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة لما يسأل مباشرة، يسأل مباشرة بده يجاوب. فلما جاوبوا، وكأنها يعني الرسول، في ناس بتصوروا انه الرسول يعني عند الله في واسطات، يعني انه بيميز بين خلقه، ما كلهم خلقه، كلهم خلقه، والله هو اللي انعم الرسول وما انعمش على جده. لذلك الشيعة بقول لك ابو طالب مسلم وعبد المطلب مسلم، الشيعة هذا لهم تفاصيل في الموضوع. والعجيب في الموضوع انه لما بتيجي تقولهم انت ليش طيب بتلعنوا رموز، ليش بتلعنوا رموز المسلمين انتو؟ عمر رمز، وحتى عمر رمز، حتى في اهل الشرك عمر اشي يعني عظيم. ليش بتلعنوا رموز؟ طب ليش تلعنوا؟ قال ما هم بنلعنوا رموزنا. مثل مين رموزكم اللي بنلعنهم؟ قال ابو طالب. طب ما لعناش ابو طالب، ما انتو بتقولوا في ضحضاح من النار وبتقولوا عبد المطلب في النار. شوف كيف طلعوا لك بطلعة، ما قدروش يجيبوا لك واحد مسلم انه احنا ضده، ما قدروش يجيبوا واحد مسلم احنا ضده. فقال بنعنوا رموزنا. انا ما رموز فعلا، رموزكم هذول مبين، انا رموزكم، نعم هم رموزهم فعلا. فالمهم انتبهتوا الى هذه الدرجة؟ شو جاب هالكلام هذا؟ وصدوا.